Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fois une vidéo جديد ou فدرس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. درس اليوم ان شاء الله تتم الدرس السابق بعد ما وريتكم واحد الحيه اللي هي مهمه بزاف، كيفاش دير تكون جمل بواحد الطريقه بسيطه تتخولك انك تعبر تهضر توصل الفكره ديالك بطريقه ما تطلبش منك مجهود كبير، حيث ان كيف ديجا قلت لكم بان هاد الحوايج ما تيتهال اللي تيتبدلوا سيرتو هاد الكلمات هادو. وريتكم دي زاستيوس اللي هما سامبل مي اي سون ايفيكاس، يعني تيخليوك انك توصل الميساج ديالك والفكره ديالك بواحد الطريقه اللي هي معقوله وواحد الطريقه اللي هي زوينه. اتفقنا؟ الا كنتي باقي ما تفرجتيش في هذيك لا فيديو سيمي انك ترجع تفرج في هذيك لا فيديو اللي قبل من هذا باش ترجع وتكمل معنا ان شاء الله هذا الدرس هذا وتفهم شنو بغينا نديرو اكزاكتومون في هاد لا سيونس. هاد لا سيونس ان شاء الله خصصها انني نوريكم، دابا وريتكم كيفاش نديرو السؤال دابا نوريكم كيفاش نديرو نجاوبو، حيت لا كومونيكاسيون صفه عامه سو سون دي كيستيون اي دي ريبونس. الوغ شفنا البارتي الاولى اللي هي كيفاش نطرحوا سؤال، دابا البارتي الثانيه كيفاش نديروا نجاوبوا على سؤال اللي تيتسال اللي تنخدموا فيه هاد الطريقه. حاولوا تكونسونطروا معايا، حاولوا تركزوا معايا باش ان شاء الله نجاوبوا ببساطه كما جرت العاده باش كلشي يستافد. قبل ما نبدا الا كنتي باقي ما تابونتيش في لاشين ديالي تنقول لك مرحبا بك، تابونا في لاشين، خلي جيم، خلي بارطاج، خلي كومونتير، راه لي هذيك الحوايج كلهم باش تستافد. نرجعوا للدرس ديالنا باش ما نضيعش الوقت. الو كيف قلنا كي لي طون مثلا فاش تسولوني دابا في الطرق ديال الاجابه، الطرق ديال الاجابه كاينين بزاف ديال الطرق، غنحاول نوريكم اغلب الطرق اللي تنستعملوا باش تطرحوا لي اسئله بعد. باغ اكزومبل فاش يتسولني كي لي طون، غنحاول ندير الاجوبه بلون مغاير باش يبان لكم. فاش يقولوا لي كي لي طون هنايا ركز معايا، طون طون تتولي مون مون نون، وتنحطو هادي اي مون نون اي، تزيد باغ اكزومبل عماد. سمحوا لي ما بغيتش نمسح باش تبقى باين لكم شنو بغيت ندير، فهمتوا؟ نتوما غير تبعوا معايا شنو تندير. هذا طون تتولي مون، نون تتبقى نون، هذه تنجي باش نحطها هنا وتنجيب سميتي مون نون اي عباد، مون نون اي احمد، مون نون اي ساره، مون نون اي خديجه الى اخره. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ نقدر نجاوب بطريقه اخرى كي لي طون نون جو مابيل عماد، جو مابيل عماد نقدر نجاوب بها، مي انا هنا اختاريت انني نجاوب بطريقه. هنا كي لي طون ناج فاش يقول لك كي لي طون ناج بلا ما تقول له مون ناج اي، هادشي هو تجاوبو نيشان جي، هادشي هو تجاوبو نيشان بجي جي، وتتقول له لاج ديالك وتزيد حداها اون، مثلا جي 15 اون، جي 30 اون، جي 20 اون الى اخره. مثلا نديرو جي 20 اون، جي 20 اون عندي 20 سنه، بلا ما نقول مون اج اي كدا كدا شي، ما جاياش من الاحسن تجاوب هكا نيشان. اتفقنا؟ ندوزو باغ اكزومبل عاوتاني سولني كيري طون سبور بخيف، هادشي اللي تنوريكم راه تيطبق على جميع الاسئله. اتفقنا؟ هادو ما تيتبدلوش، هادو اللي بداو نبدلو فيهم ونتابع معاك غادي نبدلو فيهم باش فاش تيطر عليك شي سؤال مثلا ما تكونش سبور كاين شي حاجه اخرى كيفاش دير تجاوب عليه. مثلا قال لك كيري طون سبور بخيفيغي، الوغ هنا عندنا جوج ديال الطرق كيفاش نديرو نجاوب. مثلا نقدر انا نجاوب هنا باش تفهموني كيري طون سبور بخيفيغي، تقول له مون سبور préféré et donc là mon sport préféré est je cite d'un par exemple le tennis. Maintenant d'un verbe ça نقدر نجاوب بطريقة أخرى، نقدر نجاوب بطريقة أخرى، تنشد هذاك لو فيرب اللي سولني هو فيه، قال لي كيلي طون سبور بريفيري، هذا ماشي فيرب، مي ترجع لو فيرب الأصل ديالو، عندنا لو فيرب بريفيري، ألوغ تنقول له جو بريفير، تنقول له جو بريفير لو باغ اكزومبل جو بريفير لو تينيس. نقدر نجاوب حاجه اخرى باش يسولني على 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 سبور، يقدر هو ما يقوليش كيل اي طون سبور بريفيري، يقدر يقول لي كيل سبور براتيك تو، كيل سبور براتيك تو، ما يقدرش ما يسولنيش هو بريفيري، يقول لي اي رياضه تمارس. اتفقنا؟ ولا كيل سبور تو براتيك، انا غير درت لا فيرسون سوجي قلت لك براتيك تو. اتفقنا؟ هذه غير لا فيرسون سوجي. الوغ هنا نقدر نجاوب انا جو براتيك ولا جو في، هنا تنجاوب بلو فار فار، مثلا تنقول جو في دو تينيس، مثلا غير مثال، هادو غير سو سون دي زيكزومبل، اما راه كل واحد شنو تيبغي يجاوب. اتفقنا؟ مثلا عاوتاني قال لي كيلي طون نيفو سكولار، كيلي طون نيفو سكولار، هنا غادي نقول له مون نيفو سكولار اي، ولا نجاوب نيشان، مثلا تتقول له جي ان ماستر، جي باكالوريا، جي كدا جي كدا جي كدا، على حسب شو كل واحد النيفو سكولار ديالو. اتفقنا؟ كاين لي جي كل واحد شنو عنده اكزاكتومون، كل واحد شنو تيجاوب. اتفقنا؟ يقدر اللي يجاوب نيشان يقول مون نيفو سكولار اي، كاين اللي يجاوب نيشان يجاوب هذاك النيفو اللي واصل له هو. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ولا جو سوي اون دوزيام اني باغ اكزومبل، مثلا في شي حاجه جو سوي اون بروميير اني، على حسب شنو هو عنده. اتفقنا؟ ولا جي ان ديبلوم، جي ليسونس بروفيسيونيل،
ليسونس الى اخره. على حسب شنو عنده هو اكزاكتومون تيجاوب. هنا تيختلفوا النيفويات، كل واحد النيفو ديالو، كل واحد وغادي كيفاش غادي يجاوب. هنا باش تيكون الجمع تقريبا راه بحال هادشي، كيسون تي سبور بريفيري، تنجاوبوا هنا تي تتولي مي، مي سبور بريفيري سون، اتفقنا؟ مي سبور بريفيري سون، تدير دو بوان تتقول له شكون هما، هذا لك الكتاب، الا كان شفوي تتقول له مي سبور بريفيري سون، لو فوت، لو تينيس، لا ناتاسيون، جيمناستيك الى اخره. ها هما، هنا دابا تنهضروا على المذكر. الا مشينا للمؤنث، كيلي تا كولور بريفيري؟ هنا تنقولوا جوج ديال الطرق، عاوتاني نقدر نقولوا جو بريفير لا كولور، وتزيد حداها اين كولور بريفير تو، اتفقنا؟ ولا تقول له ما كولور بريفيري اي، ما كولور بريفيري مثلا تجيو بحال هكا، ما كولور بريفيري، ما كولور بريفيري اي، تزيد حداها مثلا البلو، نوار، روج الى اخره. كيل اي تا شونسون بريفيري؟ ما شونسون بريفيري، وتزيد حداها ولا جو بريفير جيكوت لا شونسون الى اخره. يعني تقدر تدخل بزاف ديال ليفا اللي تيمشيو مع هاد هاد الحاجه اللي هي مثلا شونسون. هنا كيل اي تا ناسيوناليتي؟ هذا عنده جواب واحد، ما ناسيوناليتي اي، ولا تقول له جو سوي مثلا تقول ما ناسيوناليتي اي ماروكان، ولا تقول له جو سوي ماروكان، جو سوي ماروكان، اتفقنا؟ كيل اي تا سبيسياليتي؟ مثلا تتقول له هنا ما هو تخصصك، ما هو تخصصك، ما تتقولوش ما سبيسياليتي اي، ما تتجاوب نيشان، تتقول له جو سوي باغ اكزومبل جو سوي تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك، جو سوي الى اخره. تعرف ما تقولش تجيب تتجاوب على سبيسياليتي ديالك ديريكتوم. هادشي اللي تنوريكم ماشي بالضروره غير على هاد لي كيسر، بصفه عامه تنوريكم لا ميثودولوجي كيفاش دير تجاوب على سؤال اللي تيكونوا فيهم هاد العبارات هادو، هاد لي هاد لي زاديكتيف انتروغاتيف، اتفقنا؟ يعني تنوريك بصفه عامه راه هكا تنجاوبوا، حيت لي كيسر اللي تيكونوا غير بحال هادشي اللي وريتك دابا، اتفقنا؟ après عندنا الجمع مثلا quelles sont tes chansons préférées mes chansons préférées sont ou tu dis tu te goûtes les trois ou quatre des chansons préférées les tiens je bouge une taille tu as connu ou tu as connu je préfère les chansons occidentales ou les chansons orientales et là après ou les chansons occidentales orientales à manger arabe ou chaque الى اخره. تعرف كنا ما تفقناش، يعني هنا الطريقه كيفاش دير تجاوب راه ماشي بالضروره انا غادي نجاوب لك غير على هادو صافي، حيت راه ماشي بالضروره غادي تسولوك هادو، حيت في الاول الا عقلت وريتكم كيفاش ديروا تسولوا هكا وتنعطيك غير اكزامبلات وانت تحاول تزيد من عندك. تعرف كنا ما تفقناش شنو تتعرف، راه تتعرف غير هادشي اللي بالاسود غير كلمات تتعرفهم، تتولي تدير جمله بسيطه، تعرف كنا بكل بساطه تديرها حتى في الجواب ديالها، تنوريك البديه ديال الجواب وانت تتكمل بهذاك شنو سولك هو وعلى حسب شنو سولك انت. انا مثلا فاش نهضروا على ما كولور بريفيري انا نقول بلو باغ اكزومبل، انت تقدر تقول الفير، تقدر واحد يقول نوار، واحد يقول البلون، كل واحد وشبحال البريفيرونس ديالو، تقرا ولا تقرا كل واحد شنو تيعجبو شنو تيفضل. فاش غادي يقول لي مثلا شي واحد كيلي طون سبور بريفيري، انا مثلا غادي نقول الفوت، كيلي غادي يقول التينيس، كيلي غادي يقول ناتاسيون، كل واحد شنو غادي يقول. فاش غادي يقول لي كيلي طون نون، انا غادي نقول عماد، كيلي غادي يقول احمد، كيلي غادي يقول كذا، كيلي فهمتوني ولا ما فهمتوش؟ انا تنوريك غير الطريقه كيفاش دير تجاوب. هادشي هادشي اللي تنوريك ماشي تتحفظ، باش نقول لك دابا الصراحه هادشي ماشي تتحفظ، هادي طريقه كيفاش تخدم بها. حنا ما تنحفظوش، راه اللي تيقول لك حفظ جمله ودير هادشي راه تيبداو يخربقوا تيكذبوا على الناس، تيعرفوك بانك ما عارفش، تيقول لك اي حاجه وانت تتثق حيت ما عارفش، حيت كون كنتي عارف غادي تميز، بما انك ما تتكونش عارف تتولي تثق بالناس واخا تيبداو غير يخربقوا عليك حفظ هاد الجمل غادي تولي تدوي بالفرنسي. هادشي ما كاينش نهائيا، كون كان كون كان اللغه حفظ الجمل غادي تدوي بالفرنسيه، كون راه كاع الناس يدوي بالفرنسيه، كون راه كاع الناس يدوي بالانجليزيه، يمشيو غير يحفظوا الجمل، اسهل حاجه هي تحفظ. تفقنا؟ تمشي تبقى تحفظ في الجمله، تحفظ في الجمله، تبدا تعاودهم تعاودهم، اذا انا تولي تطير نو راه لا ستركتور ديال لا فراز، راه كيفاش نبنيو الجمله، راه كيفاش نبنيو طوب السؤال، كيفاش نجاوبو على سؤال، كيفاش نعبرو على فكره، كيفاش نديرو هادي، كيفاش نديرو اما حفظ الجمله ديرو هادشي. راه تيجيو بزاف ديال لي بروف تيبداو يبارطاجيو مع الناس هاد الحوايج، هما باغيين غير لي فيو، باغيين يطلعو لاشين ديالهم ويربحو الفلوس على ظهر عباد الله، وما تيهمهمش بان يقولو لهم هادشي راه حفظ مزيان تغني الرصيد اللغوي ديالك، مي ماشي غادي تتعلم باش نكونو شويه منطقيين. التعلم تيبدا من الاساس، تيبدا كيفاش تبني جمله، خصك تبني جمله. تيقول لك واحد المثل الصيني، علمني كيف اصطاد سمكه ولا تعطيني سمكه كل يوم، يعني علمني كيفاش نبني جمله باش نتعلم نبنيها على حسب الموقف اللي انا فيه، ماشي بالضروره ديك الجمله اللي حفظتها هي اللي غادي نسول بها ديما، راه الموقف تيتبدل وكل شخص الموقف ديالو، كل شخص عليه شي بغي يعبر. تتمنى ان الفكره تكون واضحه، حنا هذا ماشي هو الهدف ديالنا، الهدف ديالنا ان نوصل لكم هذه الافكار هادو وتزيدوا لقدام ان شاء الله في تعلم اللغه الفرنسيه، حيت هذا هو الهدف ديالي في هذا الشيء هذا. وتنتمنى اي واحد التوفيق فيكم، واي واحد ولو يتعلم غير كلمه من عندي، وتنتمنى هادشي اللي تنتمنى عند الله عز وجل. كان معكم عزيزتي الامل، لقاكم في فيديوهات جايه وفي دورات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.